السلام عليكم طلاب. طلاب، بالنسبة لهذا الأسبوع التجربة بالملتزم، إحنا إيش أخذنا داخل الأسبوع؟ أخذنا الأوسيليتر، فيس شيفت أوسيليتر. هالمرة راح ناخذ شنو؟ الواين بريدج. الواين بريدج هي بريدج، إحنا إيش قلنا؟ قلنا بس بيها شروط، إنه الفريكونسي إيش راح يسوي إذا أريد نحسب واحد على تو باي جذر R1 C1 R2 C2 وإذا ساوي الـ R1 و C1 R1 و R2 و C1 و C2 راح مجرد R1 R و C وراح يضعفا كأنما فيطلع عن تحت من تحت الجذر فيصير واحد على 2 باي R بس بشرط الـ R3 على الـ R4 يساوينا 2 أو الـ R3 يساوينا ضعف الـ R4 واضح؟ او احنا يقول لك جريتر ذان، احنا من نريد نحسب حسابنا نسوي يساوي حتى شنو تطلع النتيجه. لا تذكرون اكو مثال شرحته قلت لكم لازم يساوي، فهي هاي شكل الدائره. طبعا احنا بكيفنا نقدر نغير بها شلون ما كان، قلت لكم تبسيط مجرد مبسطه. احنا شو نريد؟ نريد الفريكونسي 1 كيلو هرتز. اذا 1 كيلو هرتز نفرض الار، نفرض السي قلنا ونطلع الار مثل ما هذا بالمثال كان فرض ال R ونطلع السي، فقلت لكم ما يصير، المفروض نفرض السي حتى تطلع ال R. فنفرض فرضيات. المهم احنا هسه اذا نريد نربط، نربط هذا الربط نقدر نقلبه يصير رابط بالعكس كيفكم انتم، بس يعني كربط كفريكونسي لازم تنحسب عن طريق ال R والسي، ولازم شرط انه هاي ضعف هاي، يعني هذا المفروض كان 150 ب 300، يعني هذا خذوه قاعده لان لازم يساوي لنا 2 حتى نقدر نحصل النتيجه المطلوبه. زين، هو الاوسيليتر شو راح يسوي؟ راح يعطينا موجه ساين ويف مستمره بدون اي تدخل، يعني باعتبار انه هو راح يولد هاي الار سي، هي تولد وتتكبر وتجينا هنا وخلاص. زين، قيمه نشوف، خلينا نشوف العملي. العمل احنا القيمة مش خلينا هاي 10 كيلو مثلا، وهاي متغيرة. طبعا انا غيرتها، شوفوا انتم بيا قيمة راح تستقر، ما بيها اي تشويه. وهنا انا المقاومة طبعا حسبتها محسوب، واحنا عندنا نفسيتها بالعملي اللي هي ان شاء الله اذا رجعتوا للمختبر تقدرون ايضا تطبقونها. 390 بمتسع شنو 0.47 مايكرو فارد. طبعا حتى يحسب التردد، انا المطلوب من عندكم ان انا شنو تحسبوا لي التردد، يعني ان انا تجيكم المفروض الفريكونسي ايش قد، الفريكونسي ايش يساوي لنا؟ مفروض 1 على 2 باي ار سي، ما عندي الباي، باي ار سي، يعني هذا اللي المفروض انتم تحسبونه اللي هو الفريكونسي. زين، اذا تلاحظون هنا انا سوى شنو، يبدي الفريكونسي مالته يتغير. هاي هسه المقاومة، اذا انا اريد شو اسوي؟ ابدي الى ان ازيدها النسبة مئوية الى ان اخر شيء تطلع لي موجة ساين ويف اللي هي هاي استقرت. شوفوا اذا تلاحظون هنا انا شقد التايم 1 ملي سكند، المفروض شنو تطلع لي هاي قيمة الفريكونسي. طبعا هنا انا هسه خلينا نتوقف نرجع نكمل. اذا اردنا نشوف النتيجة هنا أنا خلينا نزود، شوفوا هنا صارت اضمحلال بالاشارة 50%، رجعت تشتغل جواها تشوه. شوف شلون جاي يصير تشوه،